نهضروا على واحد التقنيه اللي هي حديثه، الاذابه ديال الدهون او ديال الخساره ديال كثير ديال سنتيمترات من البطن او من مناطق اخرى في الجسم بدون جراحه، وهي اخر تقنيه اللي كاينه في 2020 عالميا. هاد التقنيه اللي غنتكلموا عليها هي تقنيه الهايفيم او لا تقنيه ديال لي زوند الكترومغنيتيك او لا الموجات الكهرومغناطيسيه. فهذه تقنيه اللي ظهرت اول مره في الولايات المتحده، وهي تقنيه اللي عطات الفعاليه ديالها بزاف، ومن حنا من الاوائل في المغرب اللي دخلناها. جاتنا الفكره اننا ندخلوها في هذه الجهه ديال بني ملال، لان هذه الجهه كيكون فيها نقص بزاف، اغلبيه الناس كيمشيو للمدن الاخرى بالخصوص مع هذا المشكل ديال الكوفيد او المشكل ديال الفيروس، يعني ما بقاش التنقلات ما بين المدن. فقلنا بوركوا با هذه الجهه اللي هي تبارك الله جهه ولات دابا كبيره، علاش ما نكونوش من الاوائل اللي نقدروا ندخلوها للمغرب. فالتقنيه هذه هي جد فعاله، تتقدر تعطينا واحد الخساره كبيره ديال الدهنيات في جميع مناطق ديال الجسم اللي بغينا، واللي وميم طون كدير لنا تقويه ديال العضلات بالنسبه للناس اللي تيبغيو المظهر ديال بروز ديال العضلات بلا ما يمشيو يعني النوادي الرياضيه وبلا ما يمك عندهمش الوقت باش انهم يديروا هذه المسائل هذه، فممكن انهم يختاروا هذه التقنيه ديال الهايفيم. هذه التقنيه هذه ديال الهايفيم هي تقنيه فعاله لمن الناس اللي باغيين الحصول على واحد الجسم اللي هو منحوت اللي هو رشيق ومع عضلات جد بارزه. بيان سور كنقدروا نديروها اي شخص اللي يعاني ما عندوش حتى شي مشاكل صحيه، اللي تيكون رجال وايضا نساء، الناس اللي فايتين 18 سنه ممكن انهم يستافدوا من هاد التقنيه هذه اللي ما تاخذش بزاف ديال الوقت، يعني واحد 4 حتى 8 ديال الحصص، يعني جوج اسابيع حتى لشهر ماكسيموم. المده ديال الحصص تكون جد وجيزه، يعني سكون ابل ان تريتمون كو رابيد اي افيكاس، يعني واحد العلاج اللي هو فعال في وقت وجيز. بيان سور تيكون واحد ان بروغرام فيه نظام غذائي تيكون متوازن، تيكون لو سويفي اليمونتي عندنا في المركز، تيكون نص ساعه ديال المشي في النهار هذيك ضروريه لصحه الانسان، ونظام متوازن يعني ماشي ريجيم اولا هذا، فهي تقنيه بدون ريجيم فقط واحد النظام اللي هو كيكون متوازن. الحصص ديال هاد الهايفيم هادي تتعطي نتيجه يعني منذ الحصص الاولى، فالاشاره انها في حصه واحده ممكن اننا نخدموا يعني واحد الكم هائل ديال العدد ديال لي كونتراكسيون مسكولير، يعني ديال التشنجات العضليه اللي نقدروا نخدموا، يعني من 20000 حتى ل 50000 حركه، يعني واحد 1000 كونتراكسيون مسكولير في كل ثانيه. وهاد الحركات الرياضيه اللي كدير لينا هي حركات سوبرا ماكسيمال، يعني اللي ما نقدروش نوصلوا ليها يعني 100%، اللي ما نقدروش نوصلوا ليها بالرياضه ولا حتى شي تقنيه من التقنيات اللي كنا كنخدموا عليها. فكاين عندنا بالموازات ديال هاد التقنيه هادي تنقدروا نكومبينيوها اولا ندمجوها مع التقنيات الاخرى اللي تاهي موجوده عندنا. فكاين عندنا جميع التقنيات الحديثه عالميا، كاين عندنا تجميد الخلايا الدهنيه، كاين عندنا ازاله الدهون بالليزر، كاين عندنا لي زون دو شوك، يعني الموجات التصادميه اللي كانوا قبل تيهرسوا بهم الحجر في الكلاوي، دابا ولينا تنخدموا بهم من غير في التربيط الطبي تنخدموا فيهم في الاستيتيك. كاين لو دريناج لافاتيك، كاين لا بريسوثيرابي يعني العلاج بالضغط، كاين عندنا العلاج بالتيار الكهربائي الالكترو ستيمولاسيون. هادو كلهم تقنيات اللي تنقدروا نختاروهم بالنسبه للسيد او للسيده اللي تيجي لعندنا مع البروتوكول اللي تنديروا، تيعطي واحد النتيجه اللي هي جد مرضيه وفعاله. دونك الرساله ديالي بالنسبه للاخواني المغاربه، فاول حاجه اللي خاصهم يحافظوا عليها هي الصحه ديالهم، والصحه ديالنا خاصنا نحافظوا عليها. اول حاجه اللي غادي نحافظوا عليها هي التغذيه، يعني نمط العيش، التغذيه واحد لاكتيفيتي فيزيك ريغولير، يعني واحد لا مارش بسيطه. دونك بالنسبه للتغذيه كاين عندها اسس ديال التغذيه المتوازنه اللي نقدروا نلخصوها في ابرز النصائح اللي نقدر من هذا المنبر الرساله اللي نوصلهم، انهم ما يهملوش لينا الخضر، عافاك الخضر خاصهم يتناولوا بالوان مختلفه بخصوص في هذا الظرف هذا ديال كنحاولوا نمشيو نقلبوا على مكملات غذائيه باش اننا نقويوا مناعتنا، ما هذاك ماشي هو الحل. خاص نظام غذائي يكون متوازن فيه خضر، خمس خضر وفواكه في اليوم. خاصنا السكريات ماشي غنقولوا نحيدوها، نخليوها بوغ لو بليزير، ماشي نشبعوا بها، يعني غناخذوها مره في الاسبوع وواحد الكميه اللي تكون معقوله. البروتينات خاصنا ناكلوها، يعني 50% ديال البروتينات، يعني بحال شكل
اللحوم من الاحسن تكون بيان سور اسماك ميدمه. الحمد لله كاين عندنا السردين وكاين عندنا بثمن مناسب اللي غادي نقدروا يعني اغلبيه ديال العائلات يقدروا يستهلكوه. كاين البروتينات يعني النباتيه الحمد لله القطنيه حتى هي مفيده بزاف لواحد البكتيريا نافعه اللي كتكون عندنا في لو ميكروبيوت انتستينال اللي هو واحد العضو كنساو اللي فيه 2 كيلو بحال بحال الكبده بحال المخ بحال كاين واحد العضو كيتسمى لو ميكروبيوت الاغذيه ديالو هي الالياف اللي تتكون موجوده في الخضار وفي هاد لي بروتين انيمال يعني بحال ديال فيجيتال بحال الشكل ديال القطنيات. ايضا ما ينساوش شرب الماء وخصوصا دابا غيبدا يبرد الحال الانسان تيبقاش يتسنى حتى يعطش لتر ونص على الاقل يوميا لكل شخص كتجي واحد 8 ديال الكويسات في النهار ما نغفلوش عليهم. وكذلك الدهنيات فالدهنيات الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن ما يحيدهمش نهائيا يعني اختارهم الزيوت بحال الزيت البلديه يعني زيت الزيتون او لا كاين زيت الكولزا هادو زيوت اللي ممكن يتخذ واحد جوج معلقات في النهار ما غاديش يغلظهم وبالعكس غادي يساعدهم باش يكونوا في واحد الصحه جيده. وسورتو سورتو سورتو لا مارش عافاكم الحركه مهمه ولو مثلا تكون اسانسور واحد ما يصعد نحاول نتمشى الدرج على رجلي لما كانش عندي مشاكل صحيه نمشي مثلا اذا كان عندي شي اغراض ديال التقضيه ولا هذا نمشي انسان يتمشى على رجلي ويحط السياره ديالو بعيده كنلقاو اعذار بان ما عندناش الوقت باش نتحركوا مي فريمون خاص الانسان يكاسي هذيك لا سيدونتاريتي وداك التكاسل ويتحرك شي شويه يعني واحد نص سويعه اللي يمشي في النهار فقط. هذه مع يعني الحاله يعني لو ستريس واحد يحاول يجيري لو ستريس ديالو وان شاء الله نتمنى كاع المغاربه يكونوا في صحه جيده باذن الله ويستافدوا من هذه النصائح القليله اللي عطينا في هذا الفيديو.